نعم للاف، نحن نتحدث عن استمرار القصف الجوي والمدفعي على مختلف محافظات قطاع غزة، حيث القصف الجوي والمدفعي طال كافة المحافظات من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب، موقعا عددا كبيرا من الشهداء. وبحسب مصادر طبية فإن عدد الشهداء خلال الساعات القليلة الماضية ممن وصلوا إلى المستشفيات تجاوز 30 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، بعد عدة استهدافات نفذتها الطائرات الحربية واستهدفت عدد من المنازل خاصة في مدينة غزة وتحديدا في حي الشجاعية والدفاح، حيث تم استهدف عدد من المنازل. وتقوم طواقم الدفاع المدني في هذه اللحظة بالبحث عن جثامين ما زالوا تحت الأنقاض بعد الاستهدافات في حي الشجاعية والتفاح خلال الساعات القليلة الماضية. هذا أيضا بالإضافة إلى تنفيذ قوات الجيش الإسرائيلي، مواصلة قوات الجيش الإسرائيلي إطلاق القذائف المدفعية على مخيم النصيرات والبريج والمغازي وسط قطاع غزة، وعدة استهدافات هنا في مدينة دير البلح وسط القطاع، الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى. كل ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار العملية الموسعة في مدينة رفح جنوب القطاع واستمرار القصف الجوي والمدفعي على هذه المدينة، حيث أن الجيش الإسرائيلي بات يسيطر بشكل كامل على الأحياء الشرقية والغربية منها، ويواصل إطلاق قذائفه المدفعية باتجاه المنازل وخيام النازحين. أيضا هناك توغل في منطقة الشبورة وسط قطاع غزة، عفوا وسط مدينة رفح، وتدور اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في هذه المنطقة لليوم الخامس على التوالي، حيث أن الجيش الإسرائيلي يتوغل في هذه المنطقة وما زالت الفصائل الفلسطينية تواصل التصدي وتطلق قذائفها باتجاه الآليات العسكرية المتوغلة. قبل قليل أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 8 جنود في مدينة رفح بعد إطلاق قذيفة أو صاروخ مضاد للدروع على آلية كانت تحصن بها عدد من الجنود، الأمر الذي أدى إلى تفجيرها واشتعال النيران فيها وأدت إلى مقتل 8 جنود، واعترف الجيش الإسرائيلي بذلك. وكتائب القسام أصدرت بيان قالت أنها أطلقت صاروخ مضاد للدروع على الآليات، الأمر الذي أدى إلى إحراق آلية ومقتل من فيها، والجيش الإسرائيلي اعترف بمقتل 8 جنود. هذا التصعيد المتواصل والقصف الجوي المتواصل قبيل عيد الأضحى المبارك بساعات قليلة يفاقم من الأوضاع الإنسانية والمعيشية لدى سكان القطاع الذين يستقبلون عيد الأضحى غدا الأحد بمزيد من القتل والدمار في صفوفهم نتيجة استمرار هذه الحرب. وتفاقم للأوضاع الإنسانية والمعيشية نظرا لاستمرار إغلاق الجيش الإسرائيلي المعابر وعدم إدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وحقيقة يستقبل سكان القطاع عيد الأضحى بمزيد من الحزن والألم والأسى والاشتياق لإقامة الشعائر الدينية، خاصة أنهم حرموا منها في عيد الفطر السعيد وكانوا يأملون أن يحل هذا العيد وقد انتهت الحرب، ولكن للأسف الشديد ما زالت الحرب متواصلة توقع مزيد من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين الذين تدهورت أوضاعهم كما ذكرنا بظل مكس المواد الغذائية والإغاثية ومنع الجيش الإسرائيلي إدخال المساعدات. أيضا نحن نتحدث عن منطقة شمال قطاع غزة وتحديدا مدينة غزة وشمال القطاع، حيث انتشار المجاعة وعدد كبير من الأطفال أو عدد من الأطفال مهددة حياتهم بالخطر والموت نظرا لسوء التغذية وقلة الأدوية والحليب المخصص لهؤلاء الأطفال. وأن بالأمس أيضا أعلن مستشفى شهداء الأقصى عن وفاة طفلة
نتيجة سوء التغذية اللي ارتفع عدد الأطفال الذين توفوا نتيجة سوء التغذية في قطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 40 طفلا، وهناك المئات من الأطفال باتت حياتهم مهددة بالخطر نتيجة سوء التغذية. ومدينة غزة وشمال القطاع الشهر الثالث على التوالي لم يتم إدخال إليها المساعدات الإنسانية، حتى بات الفلسطينيون يتساقطون في الشارع نظرا لإنهاك أجسادهم، وباتت نحيفة وغير قادرين على الحركة بسبب نقص الطعام والمياه واستمرار القصف الجوي والمدفعي المتواصل على مدينة غزة وشمال القطاع. أشكرك عامر على كل هذه التفاصيل. نعم عامر أسمعك جيدا، تفضل. نعم عامر نعم عامر أنا سأكتفي بهذه التفاصيل، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من دير البلح مراسل اليوم عامر الفرع، شكرا جزيلا لك.